تشارك المدينة الجامعية في معرض جايتكس بمشروعها التجريبي مدينة المستقبل من خلال 3 أنظمة ذكية: نظام إحصائيات المركبات، نظام الري الذكي، نظام الإنارة الآلي. يهدف نظام إحصائيات المركبات بإحصاء وحصر عدد المركبات المرتادة في المدينة الجامعية. نظام الري يهدف نظام الري إلى تطوير وتحسين كفاءة إجراءات نظام الري والحفاظ على صحة التربة عن طريق الجدول الآلية لعملية الري بربط النظام بالأقمار الصناعية. كذلك يهدف النظام الإنارة الآلي بتطوير إجراءات التحكم الآلي بالإنارة وترشيد الطاقة بطريقة تقنية حديثة عن طريق استشعار ودراسة نسبة استهلاك الطاقة في أعمدة الإنارة. تسعى المدينة الجامعية من خلال تنفيذ مشاريعها ومبادراتها إلى جعل المدينة هي مدينة المستقبل.